مراتك بتخونك. رسالة جت لي على الموبايل خلت قلبي يدق بهستيريا والدنيا تدور من حواليا، أنفاسي بتتصارع وتقريبا عقلي اتشل عن التفكير. حاولت أتمالك نفسي ورنيت على الرقم اللي جت لي منه رسالة، بس للأسف الرقم مغلق. دخلت على برنامج ترو كولر ما لقيتش الرقم متسجل بأي اسم، مفيش واتس أو تليجرام بالرقم. ببساطة مفيش أدنى طريقة أعرف بيها مين الشخص القذر ده وإزاي توصل بيه الجرأة إنه يقول لي حاجة زي دي. والله دمه مش هيقلل النار اللي ولعت جوايا تجاهه. فضلت طول اليوم في الشغل قاعد مولع، جسمي عمال يعرق والغضب بيطل من عيني زي الحمم الملتهبة. خلصت يومي ورجعت شقتي مش عارف أبص في عين مراتي اللي لحظة التغير الغريب ده عليا. تجاهلت أسئلتها ودخلت أوضتي، رنيت أكتر من 20 مرة على الرقم وكل مرة كنت بلاقيه مغلق. كل أملي في الحياة حاليا إني بس أعرف صاحب الرقم ده ووعد الحر دين عليه، لهقتله واشرب من دمه كمان. بعد ساعة من التفكير لقيت رسالة جديدة. طبعا مش مصدق إن مراتك اللي بتمثل إنها محترمة قدامك تكون بتخونك. جسمي وقتها اشتعل باللهب، مسكت الموبايل بغضة غضب خلتني كنت هكسره من الغضب، واتصلت بالرقم بس كالعادة مغلق. اللي بعت الرسالة بعتها وقفل التليفون فورا. خرجت برا وانا غضبان، مسكت تليفون مراتي وطلبت منها تفتحه فورا. بصت لي بتحدي وقالت مش هتبطل الشك والتخلف اللي فيك ده. نزلت بكف ايدي على وشها بكل قوتي خلتها تترنح زي السكرانة، ورحت ماسك رقبتها بقبضة ايدي وطلبت منها تفتح التليفون، وبالفعل فتحته وجريت على الأوضة وقفلتها وراها. اتصلت بالرقم من تليفونها وملقتهوش متسجل فيه. قلبت في رسائل الماسنجر والواتس عندها وانا غضبان، بس ما فيش اي حاجة. والدتها، اختها، صاحبتها وبس. في اخر محادثة بينها وبين صاحبتها كانت بتحكي عني وبتقول انها بتحبني وما تقدرش تعيش من غيري، واتقسمت النار جوايا، نصها غضب والنص التاني تأنيب ضمير على اللي عملته معها. بس دي عادتي اللي مش قادر اغيرها، دايما عندي هاجس انها هتخني، بشك فيها دايما وعارف اني اصبحت لا اطاق، بس اعمل ايه. تاني يوم رحت على الشغل وانا لسه ناري ما انطفتش، مش عارف اروح فين واعرف صاحب الرقم ده ازاي. وفي نص اليوم تقريبا لقيت رسالة جديدة، خايف تشوف الحقيقة بعينيك وتعرف ان مراتك في حضن راجل غيرك صح؟ رنيت وكالعادة مغلق، كلمات عاملة زي الخناجر الملتهبة بالنار اللي بتطعن صدرك بكل وحشية. وانا قاعد مقهور ذليل مش قادر اعمل اي حاجة، احساس الرجولة جوايا عمال يتآكل زي الخلايا السرطانية وهي بتاكل في الجسم. يا رب الحل من عندك يا رب. رسالة جديدة. المثالية المبالغ فيها من مراتك دي مش مخليك تشك فيها وتتأكد انها مخبية حاجة في حياتها؟ العجيب ان كلامه خلى عقلي ينور. ألف موقف وموقف كنت بحس ان مراتي بتمثل دور الزوجة المخلصة المحترمة، دايما حطاني في خانة الزوج الشكاك اللي مش واثق فيها، في حين انها زوجة محترمة ومخلصة لأبعد مدى. مراتك كانت بتمنعك عنها في بعض الليالي عشان ما تكتشفش خيانتها ليك. عضيت على شفايفي من الغل لحد ما لقيت الدم نازل منها. مسكت الموبايل وكتبت بصوابع بتترعش من الغضب هقتلك، قسما بربي هقتلك. رجعت بيتي وانا مش قادر حتى انطق بكلمة. دخلت انام فورا عشان ما اتخذش اي خطوة اندم عليها بعدين. ممكن تكون مظلومة بس ده ما يمنعش اني اراقبها، لازم اعرف هي بتعمل ايه طول اليوم وانا في الشغل. نزلت تاني يوم كأني رايح الشغل وقعدت على القهوة اللي قدام البيت ساعة 2-3، وفجأة لقيتها نزلة من البيت. قمت اتنفضت من مكاني ومشيت وراها، قلبي عمال يدق وجسمي غير متزن. لقيتها راحت السوق جابت أكل ورجعت على الشقة وما خرجتش تاني إطلاقا. مش عارف أشوف فيها أي حاجة غلط، بس إزاي الشخص ده عرف إنها كانت بتمنع نفسها عني في بعض الأوقات؟ ولا ده مجرد توقع منه؟ أي ست هيجي عليها ألف وقت هتبقى تعبانة ومرهقة. أدفع عمري كله بس أعرف الشخص ده مين؟ قمت أتمشى بعيد عن القهوة
ولقيت نفسي رايحة على بيت أمي، هي الوحيدة اللي حضنتني من غير ما تسأل عن السبب. يمكن كنت أتمنى أبكي في حضنها عشان بس النار اللي جوايا تهدى شوية، بس للأسف ما عنديش رفاهية البكاء، واتنفض جسمي كله. مراتك بتخونك دلوقتي، ولو مش مصدق روح هتلاقي أغاني شغالة في شقتك، تلاقيها بترقص له دلوقتي، الحق بقى. حسيت وقتها ان الدنيا سودت قدام عينيا. فتحت دولاب ابويا القديم وجبت منه مسدس كان شايله من زمان، حطيته في جيبي وجريت على الشقة، مش شايف غير سواد في سواد. قلبي هيقف وصدري بيوجعني من التوتر والقلق. وصلت شقتي اللي كانت قريبة وطلعت على السلم بسرعة الفهد، وكانت الصدمة لما سمعت صوت اغاني جاية من شقتي. غصب عني تخيلتها بترقص له، غصب عني شفت شخص بيتأملها برغبة. حطيت المفتاح في الباب ومسكت المسدس بكل قوتي، بس الباب مقفول، مقفول من جوه على غير العادة، المفتاح مش هيفتح. خبطت على الباب مرة، مفيش رد، تاني مفيش رد. بدأت أصور ماسك نفسي بجنون عشان مفضحش الدنيا وحد يحس بيا. خبطت تاني ورنيت كتير لحد ما فتحت مراتي، كانت لابسة لبس خفيف، لبس بيتلبس وقت النوم بس، وتأكدت الرواية اللي قالها الشخص ده. شدتها من شعرها لجوه وقفلت الباب بالمفتاح، استحالة حد يخرج من شقتي إلا من خلال الباب، وفي راجل غريب في شقتي. جريت على أوضة نومي ولقيت حد نايم على سريري ومتغطي، وكانت أصعب لحظات مريت بيها في حياتي. عينيا مفتحة لأخرها والدنيا كلها سودة، حاسس بنار بتاكل فيا. جريت على السرير وشديت البطانية ولقيت مخدة، أيوة لقيت مخدة محطوطة بالطول وخوذة عشان تبان إنها شكل إنسان متغطي. عقلي وقف، ما فهمتش أي حاجة. جريت على الحمام، المطبخ، الأوضة التانية، الدولاب، تحت السرير، مفيش أي حد. مسكت مراتي من شعرها وأنا بصرخ، هو فين؟ ردي عليا. ردت وصوتها بيترعش، كفاية بقى كفاية، عايش بس عشان تشك فيا، عشان تتهمني في عرضي، تتهم مراتك اللي صيناك انها خاينة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وانهارت من البكاء قدامي ووقعت على الارض وزاد بكاها، زاد بطريقة رهيبة. ووقفت انا في موقف لا احسد عليه، وواقف مش قادر انطق. قربت منها، بعدت عني، قربت منها تاني وحاولت احضنها واعتذر وابرر، بس هي كانت خلاص جابت اخرها، وبأعلى صوتها قالت لي طلقني. قالتها في النهاية وعينيها بتقول انها صادقة من كل حرف قالته. قربت منها وقلت عايزة تسيبيني يا علا، بعد ما بقينا كيان واحد، انت اللي بقت الحياة معاك جحيم، جحيم لا يطاق. اصلا انا كان في رسائل يا علا بتجيني، انا اللي كنت ببعت لك الرسائل دي. وقفت قدامها مذهول ما بنطقش، صدمة ما بعدها صدمة. لقيتها بتكمل بنبرة باكية، انت اللي طول عمرك شكاك، مخليني عايشة في جحيم، انت اللي كان لازم حد يصدمك ان المشكلة عندك انت مش عندي انا، وان كل اللي في دماغك دي اوهام، عشان كده اشتريت خط جديد وبدأت ابعت لك رسائل عشان اشوف مدى ثقتك فيا، وتأكدت انها لا شيء. مسكت ايديها ودموعي على طرف عيني وقلت لها حقك عليا، وعد مني مش هشك فيك تاني ابدا، هبطل الموضوع ده للابد، وعد يا علا ومش هخلفه ابدا. لقيتها بدأت تهدى عشان اكمل كلامي واقول طيب، وعشان اثبت لك اني خلاص بطلت اشك فيكي، انا هطلع مأموريات بعد كده، مش انا ما كنتش بطلع عشان بشك فيكي، دلوقتي هطلع اقرب مأمورية وهفضل شهر بعيد عنك، وانا واثق فيكي تمام الثقة يا حبيبتي. في النهاية ابتسمت وابتسم قلبي وانطفت ناري. بعد اسبوع كنت طالع مأمورية بعد ما سجلت اسمي فيها، اصحابي كانوا متعجبين مني جدا من تغير حالي كده، كنت حالف جوايا لهعوض علا عن كل لحظة شك حصلت مني. كنت في العربية وطالعين على السويس، مسكت موبايلي وبالصدفة فتحت الترو كولر، افتكرت اللي حصل وجبت رقمها اللي اشتغلتني منه وجيت اسجله عندي، بس لقيته متسجل باسم عمر طلعت، وسألت نفسي مين عمر ده؟ حسيت بصدري بيتقبض، هي مش قالت انها اشترت خط جديد؟ طلبت من صديق ليا موبايله واتصلت، العجيب ان الرقم كان بيرن، وفجأة رد صوت ذكوري، الو. استوعبت الموقف بسرعة ورديت، استاذ احمد معايا؟ لا الرقم غلط. امال ده رقم مين؟ طالما مش رقم استاذ احمد انت اخوه؟ لا ده رقمي انا، وما تتصلش هنا تاني. حاضر. قفلت التليفون وانا مذهول، في حاجة غلط. وغصب عني نزلت من العربية ولغيت المأمورية، قعدت على القهوة تحت البيت دماغي واقفة مش عارف افكر.
شوية ولقيت مراتي بتتصل. رديت بهدوء وقلت لها اني خلاص في السويس واشوفك بعد شهر وخلافه. مفيش نص ساعة لقيت واحد غريب داخل عمارتنا، كان بيبص يمين وشمال بتوتر، معرفش ليه دخلت وراه. ركب الاسانسير ولقيته وقف الاسانسير في السادس، ده الدور بتاعي، كنت هموت من القلق. طلعت بعده ولقيت الدور فاضي، فتحت باب شقتي بالراحة خالص واتفتح معايا، وكانت الصدمة وقتها. سمعت صوت راجل وصوت مراتي معاه وهي بتقول له انت طلعت دماغ يا حبيبي، اي خدمة يا سكرتي. فعلا فكرة جهنمية، اسلوبه الشكاك ده كان مخليه معايا دايما بيراقبني، ما بيطلعش مأموريات، ما كناش بنعرف نتقابل غير كل اسبوع مرة وبره البيت كمان، انما دلوقتي كل شهر هنتقابل وهنا في شقتي كمان، بعد ما صدمناه وخلناه يصدق اني معرفش حد غيره. الله يسهله بقى، احسن مغفل عرفته في حياتي. وضحكوا ضحكوا الاتنين بصوت عالي، العجيب اني ضحكت معاهم من القهره. ضحكت ودخلت المطبخ جبت سكينه ودخلت عليهم اوضه النوم، شافوني واتصدموا. مراتي لطمت على وشها، اتكلمت وانا عينيا مشتته زي المجانين. انا المغفل يا علا، وهجمت زي الطور الهايج عليهم، خليت جسمهم زي المصفى. بيقولوا ان طعنت الاتنين اكتر من 160 طعنه، وبيقولوا كمان ان اتصلت بالشرطة، الشرطة اللي جت لقيتني بشرب شاي وقاعد هادي تماما، وبيقولوا كمان ان اتجننت وتحولت لمصحة امراض عقلية، وبيقولوا ان المريض اللي بقاله 6 سنين في المصحة المريض رقم 1116. الخيانة والغدر شيء مذموم جدا، حذر منه ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام، وعقابها كبير عند الله. وعشان كده الشخص المسلم المؤمن حقا هو الشخص الأمين اللي ما يخونش العهد أبدا، سواء كان ما بين زوج وزوجته أو ما بين 2 أصدقاء أو غيرهم. ولحد هنا تكون انتهت قصتنا، اكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.